طلباتك يا ولد العم. انا عاوز حته قماش حريم يا حاج. حته قماش حريم كيف؟ تعملها ايه؟ لا لا مؤاخذه مش ليا، دي لخطيبتي. تعملها فستان يعني؟ ايوه تعملها فستان. من عينيا حاضر. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجعت ليه يا رضا؟ خلي هناك مستنيك. خالك مين؟ خالي الكبير ابو وجيه، بيقول مش هيمشي لما ترجع. روح الحق على الغدا. راح الحق المغرب في الجامع الاول. شوف الاخ عايز ايه. لو خالك سال عليا قول ابويا ما رجعش الا متاخر من الجامع بعد الحضره. يعني مش هتفوت عليه يا حاج؟ ما فاضيش يا ولدي، لازم احضر الحضره في الجامع الليله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلباتك يا ريس. انا عاوز حته قماش حريمي تكون حلوه، هديه من عند الحاج عثمان. تأمرني. بقول لك ايه، انا خطيبتي جنبكم هنا عند السايخ، عندها تختار بنفسها. انا كنت عاوز اعمل لها مفاجاه صحيح، انما باين عليها عك يعني. ها جالك على طول. يا اخي انا متحاسب ماشي بدورك ليه؟ ما تدينا وش. اديك وش يا عم وتديني شاي وشيشه معسل. عينيا عاوز شايف ال 50 يا برنس. ها بس كده 100 100. وعندك على ميه بيضاء واحد شايف ال 50 وشيشه معسل. ايوه جاي. يا حاج السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اركب معاك يا حاج؟ أنا رايح سيدنا الحسين نواحي بيت القاضي. سكتي إن شاء الله سلكة بعون الله. مدد يا آل بيت النبي مدد. مدد يا آل البيت، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا بركة يا مسهل يا كريم. اسال على جامع المنشاوي اول بيت القاضي. يجعلوا عامر ان شاء الله يا حاج. ربنا يبارك فيك. ولو لينا نصيب نتلاقى هنتلاقى يا بركه. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا اسطى. شكرا. السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. الله يسلمك. اطلع يا اسطى. مع السلامه يا حاج. هات هنا فول تاني يا عبد الستار. حاضر يا عم الحاج. وزود الزيت شوية. حط سلطة. حاضر يا عم الحاج. هنا كمان عايز فول، زود له فول. اللي عايز عيش يقول. هات واكل هنا يا عبد الستار. لينا نصيب نتلاقى واكل لقمة عيش هنا يا بركة. اقعد ارتاح وكل. اقعد يا ولدي. جلاله فخبط دماغه في الحيطه فاتفتحت. راجل من ده؟ اللي اسمه عثمان. حاج عثمان.
ينام على الجنب اللي ريحه يا حاج. وايه الخرطوم ده؟ ده اللي هيفوقني؟ ده الزاد اللي هيمد في اجري. الزاد هنا خير، الزاد هنا التقوى. هو العالم انا بتقيه وبخشاه. كيف اقول للدكتور يفك الرباط والكتاف ده؟ الدكتور هو اللي عارف يا حاج، وقال اتكلم مخلوق ولا مخلوق يكلم. لا 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 لا، في مخلوق لازم اتكلم معاه. فين رحيم؟ موجود يا حاج. لو مش موجود ابعتي هاتيه وقولي له عثمان بده يشوفك ويحكي معك. لا وتكلم يا فاطمة. الدكتور قال ما يتكلمش مع حد، وبده يتكلم مع ابو وجيه وحده ما فيش غيره. أنا لازم أشوف الدكتور عشان الإجراءات. المحضر لازم يكمل ويتحول للنيابة. أنا كمان شخصياً لازم أفهم إيه اللي حصل بالظبط. قول للدكتور أول ما يقول تتكلم معاه هتكلم. ده أنا اتحايلت عليه عشان خاطر أبو وجيه يدخل، قال كلمتين بس ما فيش غيرهم. يلا يا أخويا. تعال يا رحيم، تعال جرب. بسلامة يا حاج عثمان. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. انت هتطيب وهتبقى زين. الدكتور قال لي حالتك زينة. وانت بتقول لي كده لاجل ما اطمن؟ انا مطمن يا اخوي، مش قلقان من شيء ومش خايف اروح. كفاية الكلام يا حاج، ملوش عازة الكلام. ملهاش عازة وقفتك يا مرضى. فوتينا لوحدنا أنا ورحيم. بقيت غريبة وسطيكم دلوقتي. عشان خاطري بدي أتكلم مع رحيم كيف أيام الصبح. عشان خاطري. خاطرك على عيني يا حج. اديني يدك يا ولد المنشاوي. ما بديش يدك لاجل ما نتلابط ونشوف مين يجيب التاني. طول عمري كنت اتغلب لك، المره دي بدي يدك وبدي عهد الله. ما فيش بيني وبينك غير عهد الله. اسمع انت بخير، ما تخافش. انا ما خايفش، انا عارف رايح لفين. رايح للي بيحبني وبحبه. ايه صدقني يا رحيم، الدنيا مقامها قليل. دار لها بابين، دخلت من هنا وطلعت من هنا، مش هتاخد منها شيء. ايه وديك شايف الموت كان مداري في الحسنة اللي بقدمها. بلاش تظلم يا أخوي، بلاش تطلع منها شايل. لسه زعلان مني يا عثمان؟ أزعل منك.
بلاش تشيل حق حد، بلاش. أنا من العصر بستني تيجي وأصالحك. وديك جيتني وأنا اللي صالحتك. أوعى عثمان تكون زعلان مني. أنا بحبك يا رحيم وخايف عليك. لو بتحبني صح خد بالك من خدمة الجامع واعمل الحضرة، لكن بلاش تطفي النور، بلاش تطفي النور يا رحيم. كل حي هياخد حقه، ومش هيزيد عن متر في مترين. سمعني يا رحيم؟ كل حي هياخد حقه، ومش هيزيد عن متر في مترين. بقي في حياتك يا رحيم، هنقف نعمل ايه؟ ما كل شيء انتهى خلاص. من شان يا اخواننا عزة. انا مش خايف على ولادي. ولادك ولادي يا عثمان، فعنيا من جوا. امانه عندي، امانه عند ربنا، هو اللي متكفل بيهم، مش هو اللي قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وانا كنت متقي الله وهو عالم. انا مش خايف على اولادي يا رحيم.